معانا المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو وبكل السادة المشاهدين. أخبار الإزالات إيه يا فندم؟ زي الفل يا فندم، إحنا ماشيين في خطة يعني قوية جدا وسريعة، وزي ما حضرتك عرضت الفيديو الأخير اللي هو كان يوم الأربعاء اللي فات، كان إزالة مبنى من 5 أدوار وحضرتك شرحته بالتفصيل دلوقتي، وهو مبنى على النيل مباشرة، ومستمرين بإذن الله في الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل. طب يا فندم ده مبنى واحد، أنا فاهم إن في يعني مئات المباني على الأقل، أخبارها إيه؟ أنا أقول لحضرتك على إحصائية بسيطة عشان حضرتك تشعر مع أنت والسادة المشاهدين بالمجهود اللي بيتبذل على الأرض. إحنا من يوم توجيه السيد الرئيس يوم 27/9/2021 اللي فات أثناء افتتاح محطة بحر البقر لغاية يوم 14، إحنا زايدين 4085 مخالفة على نهر النيل. منهم المخالفة اللي حضرتك عرضتها يوم الأربعاء اللي فات على طول، أول امبارح أو من يومين. كمان عايز أقول حاجة بسيطة، إن من يوم 5 يناير حضراتكم في ظرف الأسبوعين دول شلتوا 4000 مخالفة؟ 4085 مخالفة، أغلبهم على فرعية رشيد ودمياط، لأن كان التوجيه الرئاسي إن إحنا نبتدي بفرعين رشيد ودمياط، لأن هو ده اللي كان عرض معالي الوزير ان في مشكله. وال 4000 دول عفوا يا فندم كان عمرهم قد ايه؟ بقى لهم كام سنه يعني؟ في حاجات كانت من فترات الانفلات الامني في 2011، لكن في حاجات برضو كانت حديثه او تمادي في التعدي. يعني في تعديات بتبدا وبنتمادى فيها، يعني الاعمار اللي حضرتك عرضتها ديت ما ابتدتش في 2021، كانت مبتديه من 2015، وبعدين كل شويه بيطلع دور، فاخر دور اتعمل محضر بيه في 2021. لكن بيبقى في تمادي في التعدي، لكن في بدايات طبعا، في حاجات في 2011 وفي 2012، لكن هو القضيه مش من سنه كام يا استاذ عمرو، القضيه الاكبر هو ايه تاثير هذا التعدي على مجرى نهر النيل. يعني في تعديات بالردم بتعوق سير المجرى المائي وبتعوق سير المياه واطلاق التصرفات. ده هو كمان بيردم علشان يعني يعرف يبني كويس، يعني يعرف يبني او يزرع ارض خصبه على نهر النيل مباشره، علشان يبقى عنده جنينه حلوه برضو قدام المبنى يعني، او ان هو يستحوذ على ارض زراعيه زياده. تمام، وده اللي حصل مشكله كبيره في فرعي رشيد ودمياط، لانه الفرعين زي ما حضرتك عارف هم اللي بتخرج منهم التصرفات على البحر المتوسط. هو ده احنا دارسينهم من واحنا اطفال، فرعي رشيد ودمياط دول اللي بيغذوا الدلتا كلها. بالظبط، وهم دول اللي كان عليهم حجم تعديات، وده التوجيه الرئاسي اللي كان يوم 27، وبدانا بالفعل يوم 29/9 في التعامل مع التعديات ديت بكل قوه في وجود السيد المهندس رئيس القطاع شخصيا بتعاملات مع الوزير، وكان الامر في جديه شديده من كل الجهات، الشرطه والمحليات، كل الجهات كانت مع بعض متكاتفه في يعني لازم مخالفات على الفرعين دول نبدا بيهم كرساله واضحه ان الامر ما فيهوش رجعه. طب وبالفعل اتزالت 4085 مخالفه في التوقيت دوت، وده وقت قياسي وعدد قياسي. ايوه، طب يعني لا ده لما الرئيس قال، ما يعني كانت موجوده برضو، كان المفروض تتشال من قبل ما الرئيس يقول، او حتى هو اللي اشار ليها يعني وزير الري حتى في الاجتماع، وزي ما يكون كان بيشتكي للرئيس بيقول له احنا عندنا مشكله وفي تعديات كتيره يعني. بالظبط يا فندم، بس برضه عشان احقاقا الحق فيه، من يوم 5 يناير 2015 وحضرتك يمكن اتكلمت عنها اكثر مره في البرنامج، وثيقه انقاذ النيل بدات، كانت الشراره الاولى لبدايه انقاذ نهر النيل بجديه في 5 يناير 2015. طب هو يا فندم وبدات القانون بيعاقب الناس دي ازاي؟ يعني غير الازاله مفيش عقاب، مفيش غرامه، مفيش حبس، يعني مفيش شيء مغلظ؟ ما هو يعني في ما هو اصعب من تغليظ العقوبه يا استاذ عمرو، اللي هو قرار 941 اللي صدر في ابريل 2020 بتحويل المخالف للمحاكم العسكريه، باعتبار ان المخالفات على المجال المائيه من المخالفات اللي تحول للمحاكم او النيابات العسكريه. يعني الراجل صاحب العماره الخمس ادوار دي اتحل محكمه عسكريه؟ اتحل فعلا، بس هو مش موجود في مصر دلوقتي الشخص ده تحديدا، لكن في احنا حولنا 7600 مخالف فعليا للمحاكم العسكريه. طب معلش يا فندم، بعد صدور القرار انا عايز افهم، يعني انا فاهم الانفلات الامني 2011 كان في مشاكل بعد 2013، طب من 2013 لغايه 2021 الناس دي بتبني ازاي؟ يعني هو مش كل التعديات مباني يا استاذ عمرو، يعني في مباني بتتم. عايز اقول لحضرتك احصائيه برضو صغيره تدي حضرتك الانطباع،
ان من 2015 لحد النهارده احنا نزلنا 68500 مخالف من بدء 68000 النهارده 68500 من بدء صدور القانون في 84. طب وهو اللي مش مخالف قد ايه بقى؟ دول بيبنوا اسرع من اللي الدوله بتبنيه. يعني اللي لسه ما اتزلش 51500، لسه ما اتزلش 51000، 51500 لسه في حاجات عايزه تتزال. 51000 51500 مخالف على نهر النيل بس، مش على كل المجاري المائيه، على نهر النيل. ودي على نهر النيل وعلى المجاري المائيه؟ لا، على نهر النيل فقط 51. على نهر النيل بس 51000؟ 51000 على المجاري المائيه، حوالي 150 يعني 100 على المجاري المائيه و50 على نهر النيل، 100000. انا بقول ارقام بس عشان المشاهد يستوعبها، لكن هي ارقام بالظبط موجوده يعني بالواحد. 100000 على المجاري المائيه و50 على نهر النيل، هو اللي هو 51500 تقريبا. دي لو الدوله قررت تبني ده مش هتلحق. ما هو دوت تراكم من سنه 84 لحد النهارده. طب ومن 84 لحد النهارده يعني ما مش هنتكلم بقى في التاريخ. طيب انتوا المفروض ال 51000 رصدين اماكنهم، هم ايه، هم ازاي يعني؟ المفروض حصر كامل بكل اسم وبكل تعدي وبكل تمادي في التعدي، وبنتعامل يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا مش بننام. كل اجهزه حمايه النيل احنا يعني لينا تقريبا من 2017 الموجات شغاله، النهارده احنا في الموجه 18 وحضرتك بنتكلم في تعامل على الحاجات اللي في المهد عشان ما يحصلش اللي كان بيحصل. بنتعامل مع المخالفه في المهد دلوقتي على طول، اول ما الشخص يبتدي يخالف بيتحول لنيابه عسكريه. بقول لحضرتك محاولين 7600 مخالف في الفتره بس من ابريل 2020 لحد النهارده، يعني سنه ونص تقريبا محاولين 7000. طب يعني الازالات دي هتاخد وقت قد ايه يا فندم؟ هو الفخامة الرئيس عطى 6 شهور حد اقصى من يوم 27/9. طب ده لسه ان شاء الله هنكون عند لسه مشوار طويل قوي. ان شاء الله هنقدر. وتصنيفهم ايه يا فندم؟ اغلبهم عمارات يعني وسكن؟ لا لا، تصنيفهم بيبدا من المباني، سواء مباني عمارات او مباني يعني من ادوار مختلفه او حتى ادوار ارضي. وفي ما هو برضه اعمال الردم مش قليله عندنا، يعني في مخالفه الردم دي يعني مش قليله، مخالفات الردم اللي هو داخل المجرى. وفي طبعا تعديات كمان اللي هو بيسموه الاقصاص السمكيه، اللي هو محاولات اللي هو جوه المجرى نفسه اللي بيحاول يعمل يعني زرع، يعني مزارع سمكيه بشكل اقفاص على سبيل يعني ان هو يتاجر في السمك والحاجات ديت. كل دي انواع تعديات داخله ضمن ال 51500 المتبقيين، لكن مش كلها مباني طبعا. ده رقم فظيع. المهندس ايمن انور رئيس الاداره المركزيه لحمايه نهر النيل بالقاهره الكبرى، متشكرين جدا على هذه المداخلة.